سرقت بلدة عرسال البقاعية الحدث السياسي والأمني في لبنان، على الرغم من تجاهل الحكومة اللبنانية لخرق القوات السورية للحدود بين البلدين. عرسال كانت مسرحا لتوغل بعض عناصر الجيش السوري داخل الأراضي اللبنانية في منطقة الصعبة لقتل علي الخطيب، وهو سوري متزوج من لبنانية في عرسال حيث يقطن. هذا بحسب الرواية الأولى، لأن معلومات أخرى أفادت الام تي في أن القتيل سقط على الأراضي السورية. وما بين الروايتين حقيقة لا لبس فيها، تداخل بين أراضي البلدين. إنها منطقة باتت تستدعي أخذ قرار رسمي بإعادة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا. فما هو دور البلدية من كل ما يجري، وهل من تنسيق بينها وبين الحكومة اللبنانية؟ الخطوة اللي أخذناها أن نحن منحمل الدولة هي المسؤولية، ما أخذنا نحن، ما رح نتعاطى ماشي إلا إذا انجبرنا. يمكن لقوا مواطن يا خي يكون، شو يعني إذا انجبرنا؟ يا خي شو إذا انجبرنا؟ إذا لقوا مواطن يا خي بهالبرية أم أوسوا علي وهو معه سلاح وبيقدروا يطلقوا النار، يا بده يموت هو يا بده يموت حدا منهم. هل بتتخوفوا ريس من أنه هذا الموضوع يتفاقم أكثر ويؤدي لمشكلة بين الطرف اللبناني والطرف السوري؟ طبعاً طبعاً، لأنه هن ما لهم حق يفوتوا لعنا. شو كان موقف نواب المنطقة؟ نواب المنطقة وموقفه سلبي جدا. هلا اخر فترة يعني تجاوزوا الحد تبعهم، صاروا يفوتوا على البيوت. الام تي في استطاعت التحدث مع احد المواطنين الذي تعرض منزله في جرود عرسال الى التخريب. رحنا للبيت منهوب، مولدات الكهرباء منهوبة، البيت مقلوب ومكسرة غلاته، مونة البيت متاخدة، حرامات متاخدة، ما هو باقي بالبيت اي شيء. انتوا عم بتساعدوا شيء القوات السوريه او السوار مثل ما عم ينقال ولا لا؟ انتوا ارد عرسال لا في سوار ولا عالم حامل سلاح ولا 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 ولا. بعدين دولتنا حطت لنا قوه هاي تعتبر حرس حدود، حطت لنا اياها من عرسال، بدها تحرسنا نحن ما بدنا من يحرسنا، يحطوا حرس على الحدود، عرف كيف؟ ما بيننا وبين السوريين. تتوغل الدوله السوريه بيعرفوا هن، بيقطع مسلحين بيعرفوا. ولان المنطقه وعره ولا من اشارات او دليل لتصويب وجهه سيرنا، كان لابد من الاستعانة بأهل المنطقة الذين يتفقدون على مدار الساعة وعلى مدار النهار حدودهم، إما على دراجاتهم النارية أو أي شيء له أربعة إطارات. ومنهم من حذرنا من التوجه أكثر نحو الحدود واجتياز هذه البساتين وما خلفها من معابر غير شرعية عبر الجبال التي تعتبر الخط الفاصل بين البلدين، مؤكدين أن الجنود السوريين يحتلون منذ سنوات قسما من الأرض اللبنانية. فتوقفنا عند هذه النقطة، منطقة حدودها مفتوحة. هذا الأسبوع شكل أسبوعا سوريا على الأراضي اللبنانية، أولا بعد حادث توغل الدبابات السورية وناقلات الجند، ومن ثم بعد نصب الكمين المسلح داخل الأراضي اللبنانية من هذه الجهة الشرقية في بلدة عرسال البقاعية، والتي تتشابك حدودها بمسافة 17 كيلومتر مع الحدود السورية. ولكن هناك تخوف من استمرار هذه الخروقات، فمع تكرارها لن تسلم الجرة كل مرة. من جرود بلدة عرسال البقاعية، جو خولي، MTV.